انت بدالي يا زينب. البيت الكبير يا بنتي لازم أن يفضل عايش في قلب كل واحد فيكم، وانت يا زينب اللي هتشيل الحمل، أنا عارفة إنك تقدري وعارفة إنك هتعملي اللي أنا ما عرفتش أعمله ولا أمك كريمة. مروان، أنا لازم أتكلم معاك شوية. اقعد يا زينب. خير؟ مش هينفع إن كل واحد فينا يعيش لوحده. إحنا لازم نتجمع تاني في البيت الكبير زي ما كنا زمان. ولو حسن مش عاوز يجي يعيش معانا، إحنا ممكن نروح له ونعيش عنده هناك. السرايا كبيرة وتجمعنا كلنا. مش وقته يا زينب. لا يا مروان، هو ده وقته. بقول لك ايه، جدي كان عنده حق، وابويا وابوك ما كانوش غلطانين. فاكر يا مروان جدي لما بنى البيت الكبير كان عاوز يعلي ويكبر كل واحد فينا فيه، وكل واحد فينا يبقى له حته في البيت حتى لو مش هيعيش معاه، بس يبقى له مفتاح يدخل ويخرج زي ما هو عاوز، بس في النهايه ما يسيبش أصله. حتى الأرض ما كانش عاوزها تتقسم، كان عاوز كل واحد فينا يبقى له حتة فيها ياكل ويشرب زي ما هو عاوز، بس الأرض دي ما تتوزعش ولا تتقطع. عارف يا مروان، جدي ده كان راجل حكيم قوي، كان عاوز يلمنا كلنا، وهو ده الصح. عندك حق يا زينب، الله يرحمه ويحسن إليه. مش بشبش الطوب اللي تحت راسه. ربنا يخليك لينا. ويخليكي ويبارك فيكي ويبارك في عمرك. حبيبة قلبي انت والله. هيحصل ان شاء الله. حاضر. ايه ده، في ايه؟ ثواني. حاضر. في ايه؟ ايه الحاجة؟ قتال؟ الحاجة؟ عادل ورجالته خطفوا حسب من الشونة. ايه الحاجة؟ ايه؟ موتوه؟ كلمي مروان. عبد الحكيم فوق، خلي بالك منه. زي ما بقول لك، لم الرجاله دلوك. وانت مين اللي قالك الكلام ده؟ مفيدة. وانت شفتيها فين؟ جات لي وقالت لي ان هي شافتهم وهي راجعه من المستشفى. عبد الحكيم فين؟ نهار اسود، سبت لها عبد الحكيم يا ريتال؟ يعني ايه يا عمتي؟ كل اللي حصل ده لعبة؟ عشان مفيدة تخطف الواد؟ يلا. نيتي الصافية، ربنا بعت لي هاتف كده قال لي البت سامية اللي انت بتحبها وحاططها جوه قلبك وقافل عليها بالمفتاح جت هنا من ورايا. ايه، مش مكفيك انك شكيتي فيا واديتيني بومبة، جاية تعملي ايه هنا من ورايا؟ لا لا يا حبيبي، خدوهم بالصوت. انت ايه اصلا اللي جايبك عند بيت خالتي الله يرحمها؟ ربنا يرحمك يا خالتي ويبشبش الطوبة اللي تحت راسك. كانت ست خيرة، كانت تموت في الخير، كانت عايشة كده عشان تخدم الناس. ربنا ينتقمني من اللي موتوك يا خالتي يا رب. لا يا بنت حلوة الشويتين دول، وبعدين؟ وبعدين ايه؟ وبعدين ايه؟ الذهب وطفحتيه، جايه تعملي ايه هنا من ورايا؟ ردي انطقي. جاي اخد لبسها وحاجتها، حاجه تفكرني بيها من ريحتها. والله؟ اه والله. ما تجيبي من الاخر يا بت. بقول لك ايه، اللي بيكذب ربنا بيوديه النار. جايه دعبس يا محروس، انا متاكده ان هنا لسه في حاجات. حاجات؟ ذهب تاني؟ لا،
ممكن فلوس، ممكن اوراق، اصل انت ما تعرفش عصام بيه ده كان بيحبها ازاي، مش بعيد يكون كان كاتب لها فيلا باسمها مثلا. تفتكري ممكن يكون ده حصل يا بت؟ اه ممكن، ليه لا؟ اه وطبعا انت حبيبتها وهي خالتك وملكوش غير بعض. طبعا. وابنها؟ انا الوصيه على كل حاجه، قول بس انت يا رب وما تفقرش فيها. يا رب ومش هفقر. طب بقول لك ايه، بدل ما احنا واخدين عمالين ناخد وندي مع بعضينا كده، يلا ندعبس مع بعض. تعالى انا هدعبس هنا. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. عليا النعمة من نعمة ربي، انت ست مبروكة، والنبي ادعي لي في صلاتك. ده بجد؟ انا كان قلبي حاسس، وريني كده. ايه ده؟ بس العقد ده مش متسجل. لا دي شغلتي انا بقى، مالكيش فيها. بجد يا محروسة، يعني انت تقدر تسجل العقد ده؟ اعتبريه تسجل. ازاي يعني؟ ما هو التاريخ هيجي بعد وفاتها. اه انت بتزعلي لما بقولها لك. يا بهيمه يا بهيمه، اكيد طبعا انا هسجله بعقد قديم يا فلحه. يعني كده خلاص؟ امال انت فاكره ايه؟ يعني الفيلا دي بقت بتاعتنا؟ ايوه. يا لهوي يا لهوي، يعني انا هصحى الصبح كده اشرب القهوه في الجنينه واتجهز؟ امال انت فاكره ايه؟ يا بت يا بت، بتزغرتي وخالتك ميته؟ يا اخويا الحياه بقى من الميت. على رايك. يعني تفتكر الدنيا ضحكت لنا يا محروس؟ ايه اللي ضحكت لنا؟ طبعا ضحكت لنا، بس بشرط. شرط ايه؟ اللي اوله شرط اخره نور، مش كل مره اتضرب على قفايا. نور ايه يا روح قلبي؟ ايوه اتنحنحيلي بقى واعمليلي الشويتين دول، انا لازم اعرف حقي فين. حقك ايه يا حبيبي؟ هو مش انا وانت واحد يا اخواتي؟ ايوه خشي عليا بقى بالحنجل والمنجل بتاعي. لا يا حبيبتي، انا ليا نص الشغلانه دي. اخس عليك مليون اخس، مش اخس واحده. ماشي، عامه ما دام انت اللي هتخلص الشغلانه يبقى من حقك، مفيش مشكله. يبقى احنا كده متفقين. بما ان احنا بقى دلوقتي بقينا من صحاب السرايات والاموال والذهب والدنيا لعبت معانا، مش واجب بقى نقرب من بعض؟ اوعى يا محروس، مش وقته. لا وقته ايه، ده وقته ونص كمان. حبيبي يا حبيبي، بسم الله بسم الله. انا همشي. اقعدي اقعدي، مفيدة عايزاكي. عادل، مروان جه بره على فكره، هو ورجالته. انا عارف ريم انه جاي، عشان كده قلت لك اعملي حسابه في الغدا، هفتح له بنفسي. اوكي.